بداية جسبر تكونوا بخير وعلى خير اون فورم وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في القناه ديالي. واذا كنتوا اول مره كتفرجوا فيها ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد واي فيديو حتى بالناس اللي يلا كيطيحوا على لا فيديو ديالي ولا اول مره كيشوفوني. مرحبا بكم معنا، دونك مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. ويلا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه تنسوا دابا اشتركوا باش هكا حتى نتوما توليو وحدين العائله ديال بيرفكت الدنيا. ونبداو على بركه الله في لا فيديو ديال اليوم اللي هي اول شيء ان كيف ما متعودين اشاك فوا كتوصلني شي كوموند ولا شي حاجه راه اول حاجه كنديرها هي انني كنبارطاجيها معكم. ودابا وصلتني لا كوموند هذيك الاولى اللي كنت قلت لكم في لا فيديو اللي قبل اللي غنخلي لكم هنا. كنت قلت لكم كوم كوار هضرت جوج ديال لي كوموند وصلتني الثانيه قبل الاولى، دونك وصلتني اليوم. وكيف ما قلت لكم متعوده انني اون فوا كتوصلني شي حاجه اول حاجه كنديرها هي انني كنبارطاجيها معكم. وهاد المره عاوتاني وصلتني في بلاستيكه دونك فوالا كيف ما غتكونوا شفتوا. المهم انا حليتها غير باش نتاكد واش لا كوموند ديالي وصلتني كيف ما هي ولا لا. مي سينو مازال ما حليتش كاع لي زارتيكل اللي تحت نحلهم معكم ونكتشفوا كيفاش دايرين واش هما هادوك واش كيف ما هما في التصويره ولا لا. المهم نبداو على بركه الله باش بلا ما نطول عليكم في الهضره، ليتس جو. المهم انا في هاد لا فيديو هادي غنحاول انني نبدا لكم من الحوايج الصغار وغدا وكنطلع. المهم غنبدا باول حاجه السنسله هادي الكولي، هذا ماشي تسنسله كولي. دونك فوالا جاي بحال هكا صراحة زوين وصيفي فهمو صيفي. لي كولي ديالهم فيهم لو شوا وكيكونو زوينين. باي ذا واي لي ديجا شايف لي فيديو ديال شي ان ديالي ولا المشتريات ديالي اون جينيرال راه منين كنوريكم اي ارتيكل راه كنحط لكم لي فوتو هنايا سواء وانا لابساهم ولا كيفاش وصلوني وكيفاش كيكونوا في لو سيت ولا في لابليكاسيون ديال شي ان. دونك فوالا كانت هذه هي اول حاجه اللي هي هاد السنسله هذه. صراحه لي ديتاي ديالها زوينين نايس زوينين صراحه صيفيه. اي ابري عندي هاد لي لينات هادو دونك فوالا صراحه الديتاي ديالهم زوين. صراحه جلادو زوينين زوينين الصراحه فيهم واحد الديتاي غزال. المهم انا غنخلي لكم بيان سور لا فوتو باش تشوفوها مزيان. مي فرانشمون زوينين عندي درات عندهم صراحة واعرين عجبوني. فوالا و كيجيو بيان سور في لابوشيت ديالهم بحال هكا. حتى لابوشيت ديالهم كتكون زوينة يعني تحافظ ليكم على المدادرات ديالكم. ابخي عندي بزاف ديال هادو فريمون حمقت عليهم صاحبتي. المهم غتشوفوا كاع الطراوش غتعرفوكم كورا صاحبتي اللي واخداهم. غنبداو باول واحد اللي هو فهاد لاكولور هادي فوالا. والصراحه الطراوش ديالهم زوينين الكاليتي ديالهم غزاله. اوبس كيكون الكاليتي ديال الطرابش ديالهم غزاله بزاف. المهم هذا اول واحد. ثاني واحد هذا ديجا غتكونوا شفتوه في واحد لا كوموند اللي قبل. ثاني
صراحه عندهم طريبشات زوينين والله الا فهموا الطريبشات عندهم غزالين، وحتى الكاليتي ديال الشوب ديالهم زوين وسخيخين. هذا الثوب ديالو، هذا الثوب ديالو مختلف على الاخرين. بيان سور غادي نخلي لكم الفوتو هنايا باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. الصراحه زوينين جوبونس. انا في لا كوموند اللي غتجي من بعد غادي ناخذ منهم طريبشات حيت طوب. شوفوا لي هاد لا كولور هي اللي خرجت دابا، مكتوبه هنايا سمايل. صراحه لي ديزاين ديال الطرابش ديالهم واعر بزاف، وحتى لي كولور كيعرفوا يختاروا لي كولور زوينين واللي طوندونس دابا. اي اخي عندي هادو، خدات منهم جوج، نخليكم غير كده. انا هاد لا كولور باش يلا حليت الكليه، هاد لا كولور اتيراتني الصراحه واعر. هي جولي صراحة، عجبتني الكاليتي ديال التوب ديالهم، واعرة فريمون واعرة. كنصحكم بالطربش ديالهم، وكنشوف بزاف ديال البنات سواء في انستغرام سواء في تيك توك كنشوفهم بزاف، سورتو عندكم هاد لورانج وهادي، هاد جوج هادو كنت كنشوفهم بزاف كياكلوهم البنات. أخي عندي هاد الطريبشات، هادو الطريبشات الفرنسيين كيقولوا لهم، معرفتش شنو السمية. دابا غنشوفوهم وغادي تعرفوهم. دونك فوالا كيجيو بحال هكا، تيستي ليكم كيفاش كيجيو بحال هكا. المهم انا شعري ما مقادش بزاف، يعني كيجيو على هاد الشكل. صراحه هما اللي خرجوا دابا طوندونس، كيجيو زوينين. دونك فوالا، حتى لا كولور ديالهم زوينه، كيكون صراحه في لو نوار وفي لو روج اللي كيجيو ترو ستيلي كيجيو زوينين. المهم هادي خداتها صاحبتي، كيعجبها هاد لو ستيل هذا. ابخي عندي هاد لاباغاي هادي ديال نيتواياج ديال الوجه، فيها 5 في 1. دونك نوريكم تجي من هنا. دونك يجي مع هذا الكتاب داير بحال هكا، هي كتجي على هذا الشكل. دونك لاباغاي كتجي على هذا الشكل، باش تشوفوها كيفاش كتجي في اليد، يعني التقاده ديال اليد كتجي فيها هذه الاولى بحال هكا. ابخي هادي دايره بحال لي بونج جاري. كاينه هادي ديال الماساج. ابخي حتى هادي ايبونج تري دو طيب، صافي واش كيبان لكم ولا لا. ابخي كاينه هادي ما عرفتش، مي بون دايره بحال شكل حكاكه، ما عرفتش شويه قاصحه، مي فرانشمون زوينه وكيف ما هي في التصاور، دونك ما كاينش الفرق. المهم ابخا نجمعها.
الى عجبتكم لا فيديو وراكم مستمتعين ما تنساوش تخليو لايك او كومونتير. دابا غندوز لهاد جوج ديال لي زارتيكل. المهم انا الاول مره غادي نجرب الميك اب ديالهم وقلت فوكس وقلت زعما تيستي ربما يكونوا لي برودوي ديال الميك اب ديالهم زوين زعما نبقى ناخذ منهم حيت لو بري زوين. ومنين شفت في لي كومونتير كيشكروهم الناس قلت بوركو با ما نبارطاجيش معكم و تستو انصامبل هاد لي برودوي. المهم هنايا عندي هذا كرايون ديال الحجبان ماشي حتى كرايون دابا نتوما تشوفو دونك فوالا كيجي على هاد الشكل فيه جوج ديال الكوتي هاد الكوتي هذا لي جاي هكا باش تفهموني علاش كنهضر شوش تبان لكم لا كولور كنعاود فين المهم لا كولور جو بونس غادي تجيني دونك هاد الكوتي هذا هنايا كاينه لا بروس باش كتمشطو حجبانكم صراحه عجبني وحتى لا كولور جو بونس غادي تجي معايا زوين الصراحه دونك فوالا انا خرجته كامل باش تشوفوا شحال فيه و جو بونس كو زعما ماشي من هذوك اللي يقدروا يتهرسوا دغيا صافا مهم انا ما نقدرش نعطي الراي ديالي اكزاكت فيه مي بون لا كولور و الباكاجين ديالو زوين دونك فوالا ابري نتيستيه ونقدر نقول لكم في شي فيديو واحده اخرى الراي ديالي فيه و جو بونس بما ندير المونتاج طول هاد لا فيديو نقدر نتيستيه شي نهار في حجباني ونحط لكم اوسي لا فوتو. المهم الا كنت استعملته وصورت راه غنخلي لكم بيان سور لا فوتو هنا دونك هذا اول حاجه اللي هو كريون ديال الحجبان. ابري عندي هذا انتي سيرم هاد انتي سيرم هذا شفت بزاف شكروه وقلت بوركو با ما نتيستيهش وكان نيت خاصني انتي سيرم فوالا كيجي بحال هكا الو فوالا المهم الباكاجين ديالو داير بحال شكل هو دي بيوتي ايتو غير هو كيجي بحال هكا و فريمون راه كبير مش حال فيه شوفو مكتوبش هنا ديرين 25 غرام شوفو مدايرينش كاتبين هنا غير 25 غرام شوفو مي بون غير هو جو بونس كو فاتح نشوف فوال جو بونس كو فاتح شوية مي غيجيني جو بونس غادي يجي المهم كيف ما قلت لكم حتى في ديال الحجبان ما نقدرش نعطيكم الراي ديالي في هاد لي برودوي حتى نجربهم وكيف ما قلت لكم حتى قبل الا جربتو راه غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا باش تشوفوا كيفاش كيجي في الوجه دونك فوالا انا خديت لا ريفيرونس اي كاندي ديال الحجبان خديت كوفي ما عرفتش واش غتبان لكم لا ريفيرونس ولا لا المهم 001 كوفي وهذا 202 الاسكا ولكن الاسكا فيها بزاف هذه كاندي
أبخي عندي هاد لي بانسو هادو المهم انا راه ديجا كنت خديت منهم دي بانسو وصراحة الكاليتي ديالهم زوينين ابخي خديت هادو بغاتهم واحد صاحبتي جايين بحال هكا فريمون بروفيسيونيل منين شفتهم قبل حتى ما يوصلوا ولا قالوا لي راهم بروفيسيونيل زوينين هاد البانسو صراحة عجبني زوينين لان صراحة الكاليتي ديالهم ديال لي بانسو زوينين غير هما تاكدوا من لي كومونتير شوفوا كيفاش كيوصلوهم ياك ما كيوصلوا صغار ولا شي حاجة هاد القضية هادي ديما كنوصي عليها في لي فيديو ديالي ديال شيئين ردوا البال بزاف في لي كومونتير ديال لي زارتيكل قبل ما تاخذوهم ابخي عندي هاد لي باغ هادو جايين في لارجونتي نوار صراحه زوينين خلاتهم صاحبتي وبنت هي كانكور على طاي صغيره وهي كانت خايفه لي يجيو لا طاي كبيره ما يجيوهاش في يدي حتى يديتها صغيورين كيوت دونك فوالا وبانوا ليا فيهم صغار كاينين شي وحدين كبار مي لا بلوبار صغار دونك غادي يجيوها حيت انا جو بونس با واش غيجيوني حتى لي جاوني يقدروا يجيوني غير في هذا عندي صغار دونك فوالا المهم حتى نخلي لكم لا فوتو كيفاش كيبانوا في لو سيت وكيفاش كيجيو هما من البوسين سي بارا بان باش عاد نحلهم دابا الصفام مشيتين ماشي حاجه اي فوالا ابخي عندي هاد المخدات هادو اللي كنت قلت لكم عليهم حتى في الفيديو اللي قبل كنت ديجا انا واخده وحيده وكوموندهم واحد السيد وكنت خديت ليه 6 في لا كوموند اللي قبل ودابا خديت ليه 5 فوالا 3 4 5 المهم كيف ما قلت حتى في الفيديو اللي قبل كنت خايفه لا يشدوهم ليا في الديوانه كوم كوا راني واخده بزاف ولا شي حاجه مي الحمد لله ما تشدوش غير هو جو بونس الواحد ما خاصوش يعيق وصافي وانا لي كوموند دونك ما كنديرهمش بنفس السميه كتكون وحده بسميتي وحده بسميه اختي دونك كنحاول انني ما نديرش بنفس لو كونط باش هكا ما يقولوش هادي راه عيقات دونك فوالا دونك جو بونس وقيلا سالينا من داكشي الصغيور غندوزو دابا للمعقول دونك اول حاجه عندي هاد التيشيرت هذا شي لوف جاي بحال هكا مي جو بونس كو كي بيان جو سي با جاني التوب ديالو شوية ترونسبارون كي بيان مي بون لا كولور زوينة هاد الديتاي هدا اون بلاستيك زوين هدا طاي ام هدا طاي ام صراحة التوب ديالو زوين مي جو بونس كي بيان هذا سي الكود كور ديالي عرفتي من فوقاش وانا كنت باغا ناخذو وكل مره كنتردد كنقول دنيا راه الا خديتيه راه يقدر ما يجيكش كيف ما هو في التصوير وكنشوف الناس كيلبسوه ولكن ما كنزعمش كنقول راه واقيلا ما يوصلنيش انا بحال هكا ما يوصلنيش حتى شفت سلوى الوف اللي كتعرفوها شفتها خداتو وشفت كيفاش جاها زدت حماقيت عليه وقلت لا كوموند جايه غادي نكوموندي وبركه من الهضره كملي لا فيديو خلاص راه غادي تجيهم غير ممله اللي هو هذا
اللي هو هذا كيجي اوفر سايز واعر بزاف نو باد فايبس التوب ديالو زوين ونرطيب واعر هذا كيجي اوفر سايز كيجي هكا واسع بيان سور غادي نخلي لكم لا فوتو انا لاباه وكيفاش كيجي في لو سيت فرانشمون واعر سورتو هاد لا كولور هادي اللي اتيغاتني هاد الغوز هذا جاي هكا فلاشي زوين فرانشمون زوين واعر فريمون هذا هو الكود كور ديالي منين اللي بديت كنكوموندي شيئين هذا هو احسن حاجه خديتها مي بون حتى نلبسو ونشوف نشوف كيفاش غادي يجيني وبيان سور غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا مي اي لاف ابري عندي هاد لي دو كابيتشون هذا واحد ديالي وواحد ديال صاحبتي شنو هذا ام هذا ديال صاحبتي انا نحل ديالي شو ما نخليو ديالي صاحبة هذا ال المهم انا خفت لي يجي مزير حيت شفت شي وحدين في لي كومونتير جاهو مزير وانا كنت باغا كابيشون شوي يكون واسع ما يجيش مزير دونك خديت ال وصاحبتي خدات ام بغينا ناخذهم شويه اوفر سايز يكونوا شويه واسعين شحال صغير لا كولور واعر دونك فوالا جي بحال هكا صراحه التوب ديالو غزال ما كتبينش لا كولور كيف ما هي المهم هو داك الفيولي اللي خرج دابا زوين هنا صحاب التسعينات حنا صحاب التسعينات تنبردو على راسنا بالحوايج دونك فوالا وهذا ال وش بونس كو يلاه غادي يجي وما طويلش بزاف دونك شويه قصيصه وكيف قلت لكم هذا ال وش بونس يلاه غادي يجي دونك كون خديت الام ما كانش غادي يجيني اوغوزمون دونك فوالا كانت هذه هي اخر ارتيكل صراحه زوين الكولور توب التوب ديالو جاي بحال هكا من الداخل داك التوب سخيخن انت نسيت وبيان سور غادي نخلي لكم لا فوتو وانا لابسه هاد لي زارتيكل باش تشوفوهم كيفاش كيجيو وهنا غنكون وصلنا للخر ديال هاد لا فيديو هادي وجيسبر تكونوا استمتعتوا معايا وما نكونش جيتكم مملة ونكون فتكم بهذا الشيء اللي خديت نضرب لكم موعد في فيديو جديد اللي كنهضر بحال شي وحده كتقدم شي برنامج المهم ما علينا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وما تنساوش تشجعوني بلي لايك ولي كومونتير ديالكم حيت هكا كنعرفكم كون راه كيعجبكم هذا الشيء اللي كندير ايتو غرو بيزو ليكم كاملين ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باي باي